حضرتك بتتكلم عن حاليا عن طالب الجامعة، لكن بتطلب أنه يؤهل من المرحلة الثانوية والإعدادية طبعًا والابتدائية طبعًا. يعني لو اتكلمنا في هذا الموضوع حاليا كأن احنا بنبتدع أو بنطلب نوع تاني من التعليم غير السائد في مصر حاليا. طبعا من بقول لحضرتك لابد من أن يحدث تغيير جذري في العملية التعليمية. وحكاية رياضيات علمي وأدبي والتصنيفات دي، يعني ما يدرس الطالب دراسة عامة وشاملة وبعد كده يوجه بحسب قدراته وميوله وبحسب الاختبارات اللي تعقد ليه عند التقدم للجامعة وهكذا. طب يعني هننتقل إلى توجه آخر بيظهر في مقالات حضرتك عن الخطاب الديني، وحضرتك اتكلمت كتير عن ضرورة أيضا إصلاح الخطاب الديني الموجود في مصر حاليا. أنا يعني دايما يعني بصف هذا الخطاب الديني السائد في مصر وربما في كثير من بقاع العالم العربي بأنه خطاب متجهم، عبوس، كئيب، منفر. أنا آسف أن أنا بقول هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقة، ليس فقط من حيث مضمونه وإنما أيضا من حيث الطريقة التي يتم بها إلقاء هذا الخطاب. يعني لما أقارن بين الماضي وأشوف الشيوخ زمان، وأنا ذكرت في إحدى المقالات الشيخ إبراهيم جلهوم مثلا كان خطيب مسجد السيد زينب، سماحة وورع وتقوى وهدوء ولغة، لغة في الخطاب راقية وسامية وعقلانية في نفس الوقت. نجد الآن أن من يعتلي المنبر لابد أن يصرخ، لماذا لا أعرف هذا الصراخ، فضلا عن أنه يصرخ ويقدم لنا مضمونا خرافيا غيبيا يعني عن الدين، منفر، عذاب القبر وثعبان الأقرع الشجاع وأشياء من هذا القبيل، كله يعني ترهيب. وهذه أشياء لم تأتي في أي نص يعني. طبعا هذا موضوع الخطبة، الترهيب مش الترغيب، الترهيب. يعني هل في أمل في تراجع؟ طبعا. كيف يأتي؟ من خلال التنوير الديني والوعي الديني، ولا يعتلي المنابر إلا من يصلحون لها، وهكذا. لكن هذا الخطاب من خلال الفكر والثقافة والفن الحقيقي، لكن دين أو خطاب ديني يكفر الفن مثلا، يكفر الفنون ويرهب الناس، ويعني الحقيقة خطاب غير مقبول. وبعدين في مسألة مهمة جدا هو غياب التأويل، وأنا بقول دايما التأويل. بمعنى التأويل، تأويل سواء كان تأويل، وده مرتبط بالفينومينولوجيا على فكرة، الآن في فينومينولوجيا تأويلية الآن اللي هي خاصة بتأويل النصوص، النص بما في ذلك النص الديني نفسه. فالتأويل كان موجودا حينما كانت هناك حضارة حقيقية، حضارة إسلامية، حضارة عربية، كان موجود على مستوى الفلسفة لدى ابن رشد عقلانيا، وكان موجود على مستوى علم الكلام لدى المعتزلة. أيوه. وكان موجود على مستويات أخرى، على مستوى التصوف مثلا عند ابن العربي أو ما يعرف باسم ابن عربي. أيوه. محي الدين ابن عربي ده شيخ إمام الأكبر في التصوف الفلسفي. يعني لو تلاحظي حضرتك كان ده كله في عصر واحد، حورب كل هؤلاء، كلهم حوربوا. أيوة. ودي كانت بداية أفول الحضارة، أفول الحضارة العربية والإسلامية طبعا. بمحاربة الحياة دي وجهة نظر جميلة لحضرتك بتعرضها حاليا، وكان في عصر قرن واحد. يعني ابن عربي وابن رشد وحتى كان ابن خلدون في هذه الفترة.